كشف اللقاء الإعلامي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن توجيهات سامية برئاسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي لمجلس إدارة الطيران العماني. وكان جهاز الاستثمار العماني قد أعلن في شهر يوليو 2020 عن تعيين رؤساء وأعضاء لمجالس مجموعة من الشركات التابعة له، ومنهم رجل الأعمال العماني البارز محمد البرواني على رأس مجلس إدارة الطيران العماني. وجاء تعيين البرواني حينها خلفا للدكتور أحمد الفطيسي الذي كان يشغل منصب وزير النقل، حيث رأس مجلس إدارة الطيران العماني منذ عام 2017، وذلك بعد تنحي معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية سابقا عنه. ويعد البرواني من أبرز رجال الأعمال العمانيين، حيث أسس شركته مجموعة محمد البرواني لخدمة قطاع النفط عام 1982، فازدهرت وتطورت لتصبح اليوم إحدى أكبر شركات خدمات حقول النفط في الشرق الأوسط. وقد صنفته مجلس فوربس الأمريكية في عام 2014 كأغنى رجل في السلطنة بثروة قدرت بمليار ومئتا ألف دولار أمريكي، ووضعته في المرتبة 1372 على مستوى العالم. هو حاصل على دكتوراه فخرية عام 2013 من جامعة ميامي، ودكتوراه في هندسة النفط عام 2010 من جامعة هيريوت وات في المملكة المتحدة، وماجستير في هندسة النفط عام 1980 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في العلوم العامة تخصص كيمياء وأحياء عام 1975 من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.